يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارتي برجع لكم بمقطع جديد من الفرو. في قصة انتشرت في اليوتيوب الشهور اللي راح تتكلم عن البنت اللي تسمي نفسها بوبي. وللي ما يعرف البنت دي، الإنسانة دي تسوي فيديوهات غريبة ولبعض الناس مرعبة، ما أدري مرعبة كيف، لكن في ناس شايفينها كذا. المهم إنه البنت دي عندها كم قناة في اليوتيوب. القناة الأولى هي حقت المقاطع الغريبة اللي تسويها، والقناة الثانية تنزل فيها أغاني. وفي ناس كثير قالوا إنها ماسونية وإنها مريضة نفسيا وإنها فاسدة عقليا ما أدريش. لكن اليوم باريتيوب حقق في الموضوع وخرج بجعبة كبيرة من المعلومات والحقائق من الفرن عن البنت دي. اكتشف ابوه كمان. اليوم قررت اني اطلع البنت على حقيقتها وافضحها امام العالم وامام الجماهير والناس والملأ. وقبل ما نطلع البنت على حقيقتها، لازم اول شيء نحقق في الموضوع ونطلع الادله اللي تثبت كلامي عشان لا احد يقول اني كذاب. اول شيء، في ناس ما يعرفوا البنت، فلازم نعرفهم عليها مضبوط. البنت تسوي فيديوهات غبيه وما قد شفت زيها في حياتي بصراحه. البنت سوت مقطع 3 ولا 4 دقائق وهي تدور على نفسها بس. طبعا انا ما ابغى اوريكم المقطع كامل لانه ما في شيء بيتغير، المقطع كامل وهي تدور بنفس الطريقه بس. وهذا يضعنا امام اول الدلائل والبراهين. واول دليل هو انه البنت دي تحب تلف وتدور يا رجال، يعني ما تمشي سيده، تلف وتدور كثير. هذا اللي قدرت استنتجه من الفيديو ده. وبعدها ننتقل للفيديو اللي بعده عشان ندور دليل ثاني. البنت دي سوت مقطع وهي تحك اصابعها في بعض، ما اعرف افسر الشيء ده، فلازم تشوفوه. Are you doing this? I can do this. You can do this too. I can do this. زي ما شفتوا في المقطع ده، البنت دي كانت تحك اصابعها في بعض بطريقه عاديه جدا وما في شيء يدعو للشك، وكلنا عارفين انه الحركه دي معناها الفلوس، بس احنا لازم نركز في الموضوع لانه البنت دي ما بتطلع لنا الدلائل قدامنا وتقول لنا شوفوا. البنت دي تعرف تخبي الدلائل بطريقه ذكيه وتوهمك انه الدليل قدامك بس هذا غلط. المهم اللي قدرت استنتجه والدليل اللي قدرت اطلعه من المقطع ده هو انه البنت دي تسوق امها صح يا رجال. هي تبغى تورينا انها عادية زينا وما في فرق بيننا وبينها، بس هذا غلط وكذب وافتراء وبهتان كمان. البنت دي ما هي عادية وحثبت لكم في الفيديو اللي بعده. البنت دي سوت مقطع وهي ماسكة فلوس كثيرة في يدها وترميها حبة حبة، وبرضو لازم تشوفوه عشان تفهموا. This pile of money. This pile of money. And this pile of money. And this pile of money. البنت دي تعود من جديد للسواقة، والمرة دي برضو حاولت انها تسوق امها عليا، بس شكلها ما هي عارفة تلعب مع مين. زي ما شفتوا في المقطع ده، البنت دي ماسكة فلوس وترميها، واي انسان عادي بعقل عادي وتفكير بشري بيقول انه البنت دي تقصد انه الفلوس ما تهمها، بس هذا تفكير البشر العاديين، يعني ما هو تفكير المحقق باري الذي يتعمق في الهروج ويستخرج الزبد. زي ما قلت لكم قبل كده انه البنت دي تخفي الادلة بطريقة ذكية وتحاول تلهيك وتشتتك عن الادلة. يعني المرة دي لا نركز في الفلوس، لا المره دي نركز في الشعر. زي ما انتم شايفين البنت دي شعرها اشقر، وكلنا نعرف المثل اللي يقول مع الخيل يا شقره، والمثل ذا معناه ان الواحد يمشي على كلام الناس ولا يسوي الشيء اللي يسووه الناس. بس البنت دي صبغت شعرها اشقر عشان تخلينا نحس بانها تمشي مع كلام الناس، لانه المثل يقول مع الخيل يا شقره. بس زي ما انتم شايفين البنت دي قاعده ترمي الفلوس، والناس ما بيرموا فلوسهم لو ايش. يعني من النهايه البنت دي قاعده تقول لنا انها ما تمشي مع كلام الناس وانها شقره، بس ما هي مع الخيل يا شقره، ما هي عارفه تلعب مع مين. في المقطع اللي بعده البنت دي نزلت في الارض وسوت انها تدور على شيء وما هي عارفه فينه، وبرضه لازم تشوفوه عشان تفهموا. Oh no. Where did it go? I can't find it. I can't find it. زي ما انتم شايفين البنت دي قاعده تدور حاجه وما هي عارفه فينها ما ادري ايش، وبدون ما افكر وبدون ما اشغل مخي عرفت البنت دي قاعده تدور على ايش. البنت دي قاعده تدور على
ولا شيء يا رجال. البندي قاعدة تدور على ولا شيء. البندي عادت للسواقة من جديد. تذكرون كيف استخرجنا الدليل الثاني وقلنا انه البندي ماشية بالعكس وانها تعكس الكلام وتحب تلف وتدور وما تمشي سيدة؟ هذا بالضبط اللي قاعد يصير دحين، وسوت انها قاعدة تدور شيء وهي ما تدور على شيء. الكلام ده ما يمشي عليا كالعادة، تسوق على البقية ما تسوق عليا. المهم انه بعد جمع الدلائل والقرائن والابحاث والمعلومات والحقائق والبراهين، قدر المحقق باري انه اخيرا يوصل للنتيجة في التحقيق واكتشاف حقيقة البندي ومساعيها ونواياها. زي ما قلت لكم قبل كده انه في ناس كثير قالوا ان البندي ماسونية ومجنونة وفاسدة عقليا، لكن انا اخيرا قدرت اوصل لحقيقتها. البندي فاضية صحي يا رجال، افضل شيء في الحياة. ما قد شفت احد فاضي للدرجة دي، فاضية الف. ما قد شفت فضاوة توصلك لدرجة انك تسوي مقطع كامل تحك فيه اصابيعك، ولا تلف حول نفسك، ولا ترمي فلوس، ولا مقطع 10 دقائق تقول فيه اسمك. سلامات يا رجال. بس برضو البندي لعبتها بعقل وشافت انه الناس تحب تتفرج على الاشياء الغريبة، ومشاهداتها تثبت الشيء ده. البندي طلع قريبة 300,000 ريال في الشهر من مقاطعها الغبية دي. يعني الفضاوة دي قلبت وظيفة والناس حبوا الشيء ده، ما ادري كيف، الحمد لله. بس المهم اني لاحظت انه من زمان ما سوينا جولة انستغرامية، عشان كذا المقطع الجاي بيكون الجولة الانستغرامية. اذا عندك مقطع انستغرام تبغاني اعلق عليه، ارسل لي في الانستغرام، بتلقى رابطه في الديسكريبشن تحت. وبس كان هذا كل اللي كان عندنا. اشترك في القناة وتنضم للقافلة، ولا تنسى تكسر زر اللايك لليوتيوب. اشتكي، نشوفكم في المقطع الجاي ان شاء الله. واها بيس. المهندس ذا كان احول الله يشفيه. والحول هو مشكلة في العين تخليك تشوف الحاجات في اماكن ثانية. يعني هو كان يحسب انه البيبان دي على اليسار بس هي في